السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أيضا سؤال آخر يقول السائل: ما حكم استعمال بخاخ ضيق النفس؟ الناس اللي عندهم ضيقة وكيستعمل الربوز ذاك البخاخ، هل هذا يفطر أم لا؟ القول الراجح أن هذا استعمال البخاخ هذا لا يفطر أبدا، وإنما هو عبارة عن بخار، هو لا يدخل للمعدة، هو كيمشي للرئة من أجل تسهيل عملية التنفس، ولا يدخل منه إلى المعدة أي شيء، وإنما يتطاير ويتبخر ويزول. فالرأي الراجع عند العلماء المريض اللي عنده الضيقة واستعمل الربوز ما عليه شيء، صيامه صحيح بإذن الله تعالى. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.